انا بحب دائما اني ما اترك لك حجة انك انت ما تلاقي وظيفة سواء في دولة قطر ولا برا قطر، بس اليوم هذا الفيديو عشان تلاقي وظيفة في دولة قطر. اللي بدي احكي لك اياه، في الفيديو الماضي انا حكيت لك عن 10 مشاريع، هاي العشر مشاريع انت اشتغلت في دولة قطر او هي under construction في دولة قطر، فانت ممكن تروح تدور مين الشركات اللي اخذت هاي المشاريع وتروح تقدم على وظيفة في هاي الشركات، وان شاء الله اكيد انك انت يعني إلا إذا حظك كثير بخزي إنك أنت تلاقي وظيفة في واحدة من هاي الشركات. اليوم أنا بدي أعمل العكس، بدي أعطيك 10 شركات في دولة قطر أخذت مشاريع جديد، فأنت ممكن برضو إنك أنت تروح دايركت وتقدم على هاي الشركات، لا تفتح جوجل ولا تدور على المشروع مين أخده ولا كذا. هاي جبت لك لهون 10 شركات، مش شرط يكون لهم دخل في المشاريع اللي قبل، بس هم هدول العشر شركات معاهم مشاريع under construction. خلينا نبلش. الشركة الأولى اللي أنا بدي أحكي لك عنها في هذا الفيديو قطر ديار ريل استيت. قطر ديار ريل استيت اللي ما بيعرفها فهو مش عارف ولا شركة في دولة قطر. أنا ما راح أحكي لكم معلومات عن الشركات، جوجلت عشان تعرفوا شو هاي الشركة، بس هي investment و development ريل استيت كومباني. دور شو بسووا وشوف شو المشاريع اللي معاهم. رقم 2 هيانداي انجينيرينج اند كونستراكشن كومباني LTD. واللي ما بيعرف مين شركة هيانداي بتحكي لي هي شركة سيارات، بحكي لك لا حبيبي، بس جوجل قطر ناشونال ميوزيوم اللي انفتح ليتلي، فانت ممكن تعرف ايش تشتغل شركة هيانداي. رقم 3 راح احكي لك عن شركة اسمها ميدماك كونتراكتنج، وماخذ حاليا الوركس اللي بالحمد انترناشونال ايربورت expansion، فانت ممكن تعرف انه ميدماك شركة معها شغل كتير حاليا. رقم 4 اتكنز جلوبال، دور عليها، هي انترناشنال كومباني، يعني يمكن شوي صعب تحصل على وظيفة فيها، بس دور يعني انت جرب حظك. رقم 5 كتارا هوسبيتاليتي، اذا انت مش عارف شو يعني كتارا في دولة قطر، جوجلت راح تبين معك وين كتارا في دولة قطر، وراح برضو تعرف انه كتارا هوسبيتاليتي هي مسؤولة عن حجم كثير كبير من الاوتيلات والخدمات والمشاريع الثقافية والمشاريع الكونستراكشن اللي عم بتصير في دولة قطر، واللي من خلالها انت ممكن تتوظف مع كتارا. رقم 6 هاي حبيبة قلبي، هاي حبيبة قلبي، قطيفان بروجيكتس اللي هي قطيفان للمشاريع. ما بدي احكي اكثر منك، انت بس اكتب على جوجل قطيفان ايلاند وشوف حجم البروجكت الهائل اللي حاليا عم بيستثمروا فيه قطيفان للمشاريع. صراحة انا بصير اطلع عندي هيك كلوب حب، اي ثينك انه حلو هيك، ايوه كلوب حب لما احكي قطيفان بروجكتس. رقم 7 يا معلم تدمر كونتراكتنج، ماخذ مشاريع اندر كونستراكشن حاليا، فانت ممكن انك انت تقدم او تشوف حدا بيشتغل بهاي الشركات تكون تعرفه، ممكن انه هو يزبط لك واسطه او يعمل لك زي ما احنا بنحكيها بادب ريكومنديشن انك انت تشتغل مع هاي الشركات. رقم 8 عرب انجينيرينج بيرو، واذا كلمه بيرو غلط احكيها انت صح وما تحكي لي ان انا حكيتها غلط، لانه انا ما عمري راح اعرف كيف تنحكى اذا هذه الجمله اللي انا حكيتها غلط. المهم عرب انجينيرينج بيرو AEB، مكتب بياخذ مشاريع منيحه مع مشاريع منيحه، ممكن انك انت تقدم لوظيفه فيه. اذا بدك تعرف اكثر عن الشركات اسال ناس من الستاف اللي جوا الشركات، منيح ولا مش منيح، اشتغل معكم ولا ما اشتغل معكم، هذا انا ما بقدر احدد لك اياه، انا بس عم بعطيك الاسماء وعم بحكي لك مين الشركات اللي معها شغل، عشان لما تقدم يحكوا لك والله ما عندنا شغل، قول له لا معلم جاسر حكى لنا انه في عندكم شغل. رقم 9 لكاسا اركيتكتشرال كونسلتنتس، موجوده في الدفنه، انت ممكن او في الويست باي، انت ممكن انك انت اذا موجود في دوله قطر تروح تزورهم وزعجهم احكي لهم جاسر حكالي. ورقم 10 العرب كونتراكترز عثمان احمد عثمان اند كومباني، هذا اسم الشركه. وبدي اعطيك 3 شركات هديه مني لإلك، درويش انجينيرينج، خطيب وعلمي. ثالث اللي بدي اعطيكم اياها هي مش شركه، هي هيئه الاشغال العامه. كل حدا في قطر هو هدفه في الحياه يشتغل في هيئه الاشغال العامه، يمكن رواتب، يمكن حوافز، يمكن برستيج، يمكن whatever، بس إذا بتقدر تشتغل في أشغال روح اشتغل في أشغال، لا تستنى معنا. لهون بحكي لكم هيك خلصت الشركات اللي بدي أعطيك إياها، وإذا بتقول لي
مش عارف اقدم على وظيفه راح ازعل منك. عشان تعرف شركات اكثر من اللي انا حكيتهم www.jisobuy.com موقع عملته علشانكم، في كثير ناس عم تدخل عليه وعم تشتري من الفايلات اللي فيه. انت كمان ادخل عليه شوف انت باي مجال عم تشتغل واشتري الفايل اللي بخصك، وهي اسعار رمزيه، وقدم للشركات. هلا كل الشركات عم تاخذ مشاريع وعم تنفتح مشاريع بشكل كثير كبير في دوله قطر، فارجوك اشتغل ولا تضلك قاعد تستنى الوظيفه تيجي لعندك. وسلام.